مرحبا فيكم من جديد ضيوفنا الكرام وابطالنا ابطال الجيش العربي السوري، اهلا وسهلا فيكم. وطبعا جراحكم هي امانه باعناقنا وهي وسام نضعه على صدورنا وعلى صدر كل سوري شريف. بدايه من عندك ماهر، نحكي عن اكثر عن الاصابه ومكان الاصابه. طبعا انا كنت التحقت بالصفوف القوات المسلحه، فكنا عجبة ريف لاسكوي الشمالي، كانت إصابة بجرة غاز وكان حد اثنين من رفقاتي. طبعا واحد استشهد فورا وحاولت قوم ما قدرت، طلعت هيك لقيت انه اجري ما رايحة، فندهت لرفقاتنا التانيين حوالينا، طبعا اجوا لبونا فورا وطلبوا الاسعاف، وفي رفيقي مات فورا بالسيارة ورفيقي التاني كان استشهد. ضليت انا طبعا لوحدي خلال الاصابة لحتى وصلت على المشفى، كنت صاحي طول الوقت الحمد لله. حنحكي اكثر عن القصص اللي خطوها اثناء خوضكم للمعارك، ولكن رح انتقل كمان لعند فراس. فراس، نتعرف على اصابتك ومكان الاصابه كمان. اهلا فيك. انا اصابتي بايدي واجري كمان، هاون وطلقتين، تصاب بحماه بمنطقه اسمها شيحه، تل شيحه، كمان بوقت اصابتي استشهد رفيقي جنبين. وهلا مثل ما شايف يمكن اصابتك بايدك، يمكن في عمليات او شيء محل الاصابه؟ كله ثلاث يا اربع عمليات فيها بايدي، وهسه زلرت في عمليه العصب مشان كف ايدي كمان. فارس، اهلا وسهلا فيك كمان، وخلينا نتعرف ايضا على مكان الاصابه. انا منصاب بطلقتين، طلقه اصابه خدي شحف، طلقه ضربت مفصل كتفي الايسر، يعني كتفي الايسر ما في مفصل. الإصابة كانت ما بين مدينة دوما ومدينة حرستا، طريق زراعي، تعرضت لكمين لإله أنا واثنين من رفاقي، فتصوت بالطريق الزراعي، تميت بحوالي شي ربع ساعة، يعني تحسنت أصحى على حالي شوي، بعدين صحيت شوي ويعني وصرت أنه حاول أنجي حالي لأنه ما في منطقة معزولة ما فيها شي على الخالص. ركضت أنا واثنين من رفاقي حوالي شي 400-500 متر لوصلت لأقرب حاجز لعناصر الجيش لزملائنا، من هناك سعفوني على مشفى حرست العسكري. بالمشفى أول شيء خبروني الدكاترة أنه الطلقة دخلت وطلعت من الجسم، هذا شيء أنه بيريحك أكثر، فطلعت الطلقة أنه ضارب مفصل كله، ما تمشي مفصل على الخالص. أكيد نتمنى لكم الشفاء العاجل. شكرا. طبعاً أنتم أبطال من أبطال الجيش العربي السوري. زينة، أهلا وسهلا فيكي. مديرة إدارية بمؤسسة بصمة شباب سوريا ومتطوعة أيضا بهذه المؤسسة. خلينا نحكي عن المبادرات اللي بتقوموا فيها كمؤسسة وكمتطوعين لبلسمة جراح أبطال الجيش العربي السوري. هلا نحن بداية مع بانطلاق المؤسسة، مثل كل الفرق التطوعية كنا قمنا بمسيرات أنه للجيش للوطن، بعدين بدأنا بشيء اسمه وصية شرف. هذا البرنامج وصية شرف بيندرج تحت ثلاث برامج، اللي هو برنامج شيفا لأسر الشهداء، وبرنامج شاميخون لجرح الجيش العربي السوري، وبرنامج حملة الياسمين للوافدين. يعني نحن كان بداية أنه بدنا نقدم شيء للي عم بيضحي بدمه كرمال نحن نعيش بهاي الأمان وبالاستقرار، فكانت الانطلاقة بمشروع شفاء. هو كان عبارة عن توزيع بطاقات من خلاله بصير الاستشفاء عند الدكاترة المتطوعين. هون مشروع شفاء كمان بالتعاون مع نقابة الأطباء بسوريا، في متطوعين دكاترة من خلالهم بيصير معالجة أسر الشهداء مجانا. هون كانت هي بالنسبة لمشروع شفا. في عنا مشروع شاميخون، هو كان لجرح الجيش العربي السوري، كانت بداية نحن نطلع زيارات ميدانية لعند جرح الجيش، نحاول نشوف شو هن بحاجة إنه للخدمات الطبية أو للدعم النفسي. الخدمات الطبية كنا نقدم مثلا فرشات الهواء، الكراسي، العكازات، أو حسب الأدوية اللي هن بحاجتها. بعدين نحن هلأ وصلنا كمان لمرحلة إنه منركب أطراف صناعية. هون الأطراف الصناعية بحسب الممول والتمويل اللي بيكون عنا منه منركب الأطراف. كان في كمان حملة الياسمين للأسر الوافدة، طبعا بأغلب المدن السورية الآمنة صار في عنا نحن نزوح وإنه أسر وافدين شو مستلزماتهم نحن كنا عم نقدمها، بحيث نحن شملنا هون إنه تقريبا المجتمع كلياته من أسر شهداء، أسر جرحى، وافدين.
حلو هذا الكلام، يعني هذا الشيء بفائل بالخير خلينا نقول من قبل يعني سواء انتم كمؤسسه وحتى كل المؤسسات التطوعيه والجمعيات الخيريه اللي موجوده على الارض وعم تقدم شيء سواء لاسر جرحى وشهداء الجيش العربي السوري وحتى للوافدين. هلا نرجع لعندكم ابطالنا ماهر، مبادرات كثيره كانت عم بتقدم مثل ما ذكرت يمكن زينه عم تقدم لجرحى الجيش العربي السوري، خلينا نحكي المبادرات اللي تقدمت لك يعني سواء من المجتمع الأهلي أو الجهات الحكومية. كان في تقدم من قبل الجمعيات ومن قبل الحكومة، طبعا من قبل الأطراف من خلال المشفى، فبيبعتوا برقية إنه المشفى حامي مشان نركب أطراف. طبعا هذا بده مدة إنه بس حتى ياخذ الجرح وضعه تاخذ الإجر شكله، إنه حتى فينا نركب طرف بالمشفى. قدي صار لك متصاوب ماهر؟ إلي 3 أشهر تقريبا. 3 أشهر رح يتم تركيب الطرف الصناعي، قدي لازم تنطر؟ 6 أشهر المحصلة كلها لازم تكون 9 أشهر تقريبا حتى تقدر تركب. فراس كمان يمكن المبادرات دائما تقدم لجرحى الجيش العربي السوري، شو المبادرات اللي تقدمت لك؟ أغلب الجميع قدمت اللي فينا تساعد الجرحى، يعني ما قصرت بشيء، والحكومة والدولة كمان ساعدت معني ما من ناحية الجرحى والشهداء ما حد يقصر يعني. الحمد لله رب العالمين. بتشكر الدكاتره بالمشفى العسكري الدكتور صلاح بالدور اللي هو كان قائم على علاجي يعني، وبشكل عام انه ما حد يقصر. هلا العلاج اكثر شيء عم بيتم بايدك يمكن ولا برجلك؟ هلا انا رجلي مشي حالها صح، تفضل يعني. ايدي بس انه ايدي وضع ايدي هون ما في كعبره ما في مفصل، بس انه عندي السامري مشان عصب ايدي يعني. يعني لسه حيصير في عمليات قادمه لحتى عندي عملية للعصب، بس ايدي ما بعرف اذا انه ما بتفتح بالضبط مثل ما كان. اكيد بنتمنى لك الشفاء العاجل فراس. فارس ايضا المبادرات اللي كنا عم نحكي فيها موجوده على ارض الواقع بالمجتمع عم بتقدم وعم بتساهم يمكن على قد ما فينا، شو المبادرات اللي تقدمت لك؟ هلا انا كمشافي هلا الحكومه قدمت اكثر ما فيها يعني، قدمت لي وبتشكر عن طريق اذا هاتكم جمعيه وعد الخيري. انا قدمت لي علاج فيزيائي انه بنسبه كانت ايدي ما بتتحرك على الخالص، عن طريق العلاج الفيزيائي عن طريق جمعيه وعد يعني صارت حركه ايدي تقريبا 40%. ايدك اليسار طبعا؟ ايدي اليسار طبعا. فتره الاصابه ايدي ما بتتحرك على الخالص، عصب فيها تمام بس العظم ما موجود، فايدي ما بتتحرك على الخالص الا عن طريق العلاج الفيزيائي. فجمعيه وعد قدمت لي علاج ساعدني بحركه اليد تقريبا 40%. تماما. هلا ذكرتي انه انتم كمؤسسه هناك تعاون مع المجتمع الاهلي مع جمعيات معينه، يمكن بصير في تشبيك بين بعضكم حتى تقدموا وتساعدوا يمكن تقوموا بفعاليات معينه؟ ايه اكيد. هلا نحن في عندنا انه من خلال فعاليات ومن خلال المبادرات اللي بنقوم فيها ما عندنا اي مشكله بالتشبيك مع كان فرق تطوعية أو مجتمع أهلي أو مؤسسات أو جمعيات، حتى مع أنه شيء حكومي نحن مستعدين للتعاون بيناتنا من خلال البرامج الموجودة عندنا. هلا خلينا نحكي شوي عن المتطوعين الموجودين ضمن المؤسسة، عددهم، آلية الدخول لهذه المؤسسة كيف عم بتكون؟ هلا هون نحن في عندنا تقريبا شيء 75 إدارة بسوريا كلياتها، خارجية وداخلية. انه خارجية يعني انه برا سوريا. العدد المتطوعين شيء من 40,000 متطوع بسوريا. بسوريا وباللاذقية؟ باللاذقية بدك تقولي في شيء 100 100 100 وشوي يعني، بضل انه على بين في تفاوت بين حدا بيجي حدا بيطلع، عرفتي كيف؟ فتقريبا في 100 100 وشوي. الانتساب انه لمين ما بيحب وبيرغب بالانتساب، انه اي حدا في عنده وقت فاضي في عنده انه رغبه للتطوع وفي عنده شيء ليقدمه. نحن بوابنا مفتوحة لمين ما بيحب يعني، إنه أهلا وسهلا. نحن عم نشوف وعم نشهد الشباب السوري قد ايه مندفع فعلا للتطوع اللي يمكن أصبح ثقافة عند الشباب السوري. كيف عم تشوفوا الاندفاع للشباب اللي عم يدخلوا بمؤسسة عندكم أو حتى يمكن بالجمعيات اللي أنتم بتكونوا موجودين مع همة الشباب، كيف عم بتكون من وجهة نظرك؟ هلا أنا من وجهة نظري أنا رح أحكي كمتطوعة بالمؤسسة وكيف كانت إنه الانتساب لإلها. كان نحن بحاجة إنه بدنا نقدم شيء للوطن بظروف إنه نحن مو قادرين نحمل سلاح، فكان بدنا إنه أي مدخل لأنه نحن نقدم نعطي واجب إنه شان بيوم بالأيام نحن إنه حطينا تركنا بصمة
بالمجتمع وبهاي الحرب. وكانت وقتها مؤسسة بصمة شباب سوريا من بين الفرق التطوعية يلي أنا فتت عليها. كان في اندفاع كتير، وهلأ بشوف من الزملاء عنا عندهم اندفاع أنه بدهم يقدموا أي شيء، لو عبارة عن زيارة ميدانية، أنه بكلمة طيبة بلسمة جراح، أنه بتحسيها أنه أنت عم بتقدمي شيء، ما أنك قاعدة بالبيت أو مهمشة بالمجتمع، أنت عم بتأدي دورك ولو كان بسيط، يعني عرفتي كيف؟ فكان المجتمع المدني نحن والثقافة، إنه ثقافة التطوع كانت جديدة بالنسبة لنا خلال الحرب هي يلي ظهرت فيها، فكان الكل مندفع. كتير حلو هذا الشيء، ونحن عم نشهد على أرض الواقع الشباب كيف عم بس عم يسمعوا بمؤسسة أو جمعية تطوعية فورا عم يندفعوا لحتى فعلا يتركوا بصمة بالمجتمع إنه نحن قدمنا شيء لهذا الوطن. يعني أبطال الجيش العربي السوري الموجودين معنا اليوم، كل حدا فيكم يمكن مرق بقصص كتيرة مريت معه خلال فترة الخدمة أو خلال حتى يمكن الحرب وأثناء الإصابة، كل حدا فيكم عنده يمكن قصص معينة بحب يذكرها بحب يحكيها حتى العالم كلها تعرف شو كان عم بيصير معكم على أرض الواقع وبالميدان. ماهر، شو بتخبرنا عن قصة معينة مرقت معك؟ تضاريس جبال لاذقية، أصعب تضاريس بالقطر تقريبا. فكنا نعاني من التنقلات، انه نجيب امداد ما كان يوصل لعنا، كنا نحن نروح نجيبه تقريبا. يعني ننسق بين بعض بالمجموعه، ننسق بين بعض نرجع على نقطه اخيره مؤخره نرجع نجيب الامداد، مي نفس الشيء، الاكل، كل هذه الامور حتى الذخيره. فايام كنا غير ساعات الحرس ما ننام بسبب الامطار بسبب ظروف طبيعية. والحراسة مقدسة عندنا، إنه خلال إذا كان في اشتباك ولا ما في، لأنه دائما كان يجي طلقات طائشة، كان يجي إنه بأي وقت ممكن يهجم العدو، إنه حتى الجرع الغاز كمان والهاون كله دائما كان يجي. هلا اللي نحن بنعرفه إنك أنت كنت طالب بالجامعة عم تدرس هندسة، تركت الجامعة والتحقت بصفوف الجيش العربي السوري. خبرني أكثر، إنه يعني شاب يترك الجامعة يترك دراسته وهندسة، يمكن هو شيء يمكن نحن عم نشوفه كتير عند الشباب هلأ، كتير عم يتطوعوا ويلجأوا لهذا الموضوع. احكي لي أنت عن مشاعرك، ليش تركت الجامعة وانتقلت لصفوف الجيش العربي السوري؟ طبعا أنا من الأساس بعد ما خلصت الدراسة عند البكالوريا قررت إنه التحق بالصفوف القوات المسلحة. قدمت على الكلية، وقتها كان في عندي مشكلة بعيوني، قلت ما أنا تبكى في جامعة حتى يصير فرع كويس بجيش وبحاول أدخل فيه. قريت تقريب سنة جامعة وطلعت أنه تطويع هون بالقوى البحرية كتيبة مشروعات جديدة، فحاولت أني أدخل فيها الحمد لله مش الحال ليكنا هلا. لبسنا بدلة العز طبعا قدمنا للوطن، وكان لسه فينا نقدم. اكيد يعني تضحياتكم تقديماتكم هي تاج بنحطه على رؤوسنا. فراس، شو القصص اللي ممكن تخبرنا اياها اثناء الاشتباكات انت ورفقاتك، شو كان يصير معكم؟ كانت اغلبيه اشتباكاتنا مع جبهه النصره، الاغلبيه مثلا بالنهار اشتباك بشكل دائم يعني متواصل من الصبح للمساء، بالليل كالعادة نقاط حراس يعني وكمائن وهيك شغلة. في هيك بتذكر هالشي قصص معينة يعني كانت تصير معكم حادثة راسخة بذاكرتك لهلا؟ صارت كتير شغلة. شو بتخبرنا شي معين؟ كإصابات يعني؟ كإصابات انتو رفقاتك شو كنتوا تساووا مثلا؟ يعني نحن بنعرف رفاق السلاح بيكونوا مع بعضهم مثل الأخوة. هلا كإصابات انه انا شفت قدامي يعني في من رفقاتي قصة الصاروخ بالنص، الصاروخ اجى فيه بالنص. في الله يرحمه النقيب جميل، انا قدام عيني اجى الصاروخ بحضنه، شلناه حملناه، الله يرحمه استشهد يعني ما الله يرحمه ويرحم كل شهداء سوريا اكيد. ما يعني ما في حتى وقت اللي تصاوبت انا رفيقي علاء الفتى كمان الله يرحمه استشهد، يعني ما تحرك نهائيا يعني فورا استشهد. استشهد كنت جنبه انت اصلا؟ انا وقت اللي تصاوبت انا بجنبي هو كان كمان فورا استشهد. الله يرحمه أكيد. فارس، قصص كمان كتير بتصير معكم وصارت معكم أثناء يمكن الاشتباكات أو حتى وقت الحراسي، شو بتخبرنا عن هيك قصص معينة أنت ورفقاتك؟ هلق الاشتباك كان بشكل دائم يعني بشكل يومي تكرار الساعة. ففي أحد المرات كنا بدوري في مدينة دوما منتشرين أنا ورفاقي بالشارع، فأنا بعيد عنهم تقديريا شي 50 متر،
فأنا معروف بيناتهم أكثر شيء لأني أقدم عسكري فيهم كنت. ففجأة واحد من الشباب بيناديني إنه فارس لكن صار عبد الرحمن بصوت عالي. ركضت باتجاه الشباب شفت الشاب رفيقي اسمه عبد الرحمن استشهد الله يرحمه ويرحم شهداء الوطن أجمعين. الله يرحمه. فشفته بالأرض يعني عم شيء عنه عم يصرخ شيء عم يمد إيده. وما في وسيلة على الخالص إنك تحاول تسحبه من الأرض. المسلحين عم يرموا علينا من نهاية الشارع ما فيك تقطع الشارع على الخالص. فاضطريت وقتها إنه حطيت شيء ببالي إنه ما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. تمام. معي سيارة مصفحة ومعي كان شاب من السويدة الله يرحمه استشهد اسمه مرهف. قلت له إذا في مجال بس تدخل بالمصفحة لنص الشارع. وأنا طلعت بجنبه بالسيارة فرجع المصفحة رجع لنص الشارع. كنت أنا هون باتجاه الباب الثاني حامل معي لوح حديد حطيته على الأرضي من تحت بحيث إذا رموه من تحت المصفحة ما يصيبه. طلع معي شاب رفيقي كمان بالسيارة. حاولنا نسحبه وسحبناه لنهاية الشارع يعني ما عاد مبين على المسلحين على الخالص بس للأسف كان مستشهد. أكيد بنرجع لعندك زينة لنحكي أكثر عن الفريق التطوعي اللي أنتوا موجودين فيه. بتشكلوا أكيد فريق تطوعي بتطلعوا مع رجال الجيش العربي السوري للخطوط الأمامية إلى حد ما. نحكي عن هيدي الطلعات عن تفاعل رجال الجيش العربي السوري معكم شو كنتوا تقدموا؟ هلا نحن أول شيء عملنا مطبخ ميداني وقت كانت في اشتباكات من سنتين بكسب. كان فينا نحن عنا مطبخ ميداني بزغرين كنا نعدل الوجبات السندويش ونبقى شباب المتطوعة معنا. نحن طبعا بنات نبقى تحت وشباب المتطوعة يوصلونا للخطوط الأمامية. حتى في مرة من المرات طلعنا كلياتنا نحن على النقطة 45 يعني كانت مثل اليوم انه حرروها. ثاني يوم طلعنا نحن كنا مع الجيش العربي السوري بنعتبرها يعني كانت نقطة قصة بعدها ساخنة. حتى وقت نحن كنا متواجدين هنيك صرنا نشوف انه علم النصرة عرفتي كيف ويقولوا لنا الجيش انه على مهلكم انتم لابسين ملون بصيروا انتم هدف انه مشان القنص. كنت طلعنا على 45 وبعدين طلعوا اسا في لمنطقة ابعد هنيك كمان اسا كانت في انه الاشتباكات بعد انه يعني ما انتهت او ما تحررت المنطقة. اي شبابنا وقتها طلعوا لهنيك بتحسي وقتها بتطلعي انت هنيك بالفخر وبالعز انه بتحسي بجيشك انه انت فعلا محمية انه انت عم بيقدموا اغلى ما عندهم انت بالمقابل هذا الشيء عم تطلعي انه انت طلعة بسيطة بس عم تحسي في فخر عرفتي انت موجودة معهم على الارض. فهون شعور عندك انت ما بتعرفي شعور فرح شعور حزن انه عم بيقاتلوا وممكن نحن باي لحظة نخسر شبابنا نسمع فلان استشهد او فلان جريح. فهون بيكون في عندك شوية مشاعر انت مختلطة انه هي الفرح والفخر انه انت معهم واقفة والحزن والزعل على اللي استشهد وراح. يعني وحتى ذكرتي انه كانوا خايفين عليكم يمكن عم بيقولوا لكم انه هون مثلا تقربوا هون. اي مزبوط. هيدي المشاعر ايضا بتخليكم تحسوا انه في حدا عم يحميكم حدا عم بيكون واقف لجانبكم. اكيد اكيد. هون هي الامام بقول لك هون في هي المواقف البسيطه اللي بتحسي فيها انه انت بتطلعي بالعالم تاني تماما. ما بقى انه انت مثلا بتكوني موجوده ببلاد اي امان ما في شيء ما صاير شيء فما بتكوني بالواقع. مزبوط. وتطلع إلى الخطوط الأمامية فعلا بتعرفي شو يلي عم بيصير. عرفتي كيف بتحسي بمشاعرهم هن كانوا مبسوطين ما كأنهم بمعركة أو بشي. هلأ شهر رمضان كان كتير في مبادرات خيرية. كان أنتو كمؤسسة بصمة شباب سوريا شو كانت مبادرتكم بهيدي الفترة؟ كان مطبخ ميداني مطبخ رمضان وجبة رمضان من وزع على أسر الشهداء أسر الجرحى والمحتاجين. هديك السنة نحنا كانت مطبخ رمضان كان مخصص لحواجز الجيش. رمضان السنة كان للأسر الشهداء وجرحى والأسر المحتاجين يعني. يعني بيبقى فيه هيك نقاش إنه كل سنة وين بتكونوا يمكن أنتوا كإدارة. بيصير إنه هديك سنة إنه نحنا ما بقلك غطينا نوعا ما حواجز الجيش باللاذقية. فكان السنة إنه لا نتجه على أسر الشهداء أسر الجرحى وإنه محتاجين. تمام. بدنا نحكي أكثر أكيد عن مبادراتكم ولكن بدنا نرجع على قصص البطولة مع الأبطال الموجودين معنا. ماهر يعني نحن سمعنا منك قصة وأكيد مرق معكم قصص كتيرة أنت ورفقاتك. شو تخبرنا كمان قصة تانية مرت معك؟ قصص كانت بطولية. فمرة كنا كمين على أستراد لسقي حلب
كمان بيت نحن يعني نقطة مطلة على الاسترالي. ففجأة كان جاي سيارة مش الصبح. طبعا كلنا سمعنا الصوت لأنه هناك إنه استراد ممنوع حدا يمر عليه غير إنه نحن نقطة كمين بدنا نشوف مين. فكانت السيارة جاية بسرعة رمينا عليها. طبعا السيارة كانت من المسلحين. المسلحين كانوا أربعة ومعهم قاعدة طاو ناصبين دجاجين حتى ينصبوها. فإنهم ما بعرف يمكن ما بنعرف إنه بياخذوا حبوب أو هيك شغلات فبيضيعوا كتير مالبطين بالطريق. فنحن وقتها كمشناهم وقتها أخذوا منهم معلومات كتير منيحة لأنه كان معهم كاميرات إنه كيف كانوا يلصقوا العمليات اللي كانوا يرموها علينا صواريخ إنه يستهدفونا بالعربات أو هيك شغلات. فالحمد لله مسكناهم وأخذوا معلومات كتير كويسة. أيامها كانت الهدنة فاستفادوا إنه يرفعوا إنه تم اختراق الهدنة وهيك شيء. لما كنتوا تقوموا بكمين وتكونوا أنتوا المنتصرين فيه تنتصروا فيه شو كان إحساسكم ومشاعركم؟ إنه لسه بيطلع منا أكثر دائماً كنا نتمنى إنه هذا الشيء بيعطيكم دفع أكيد تقدموا أكثر معنا حتى رفقاتنا إنه بيقولوا يا ريت كنا محلهم يا ريت كذا. حلو هذا الكلام يعني هذا فعلاً دليل على اندفاع الجيش العربي السوري ورجال الجيش العربي السوري لحتى يكونوا هنا دائماً المنتصرين. فراس مثل ما ذكرنا قصص دائماً هي بتبقى بالذاكرة يمكن كل واحد بيكون قاعد هيك بيصير يتذكر شو مرق معه بيتذكر رفقاته بالميدان شو كنتوا تساووا مع بعضكم. قصص كتيرة يمكن هلأ ما أنا وليت اللحظة يمكن أو هلأ الذاكرة ممكن تهون بعض الأحيان إنه ما تقدروا تتذكروا كتير ولكن بدنا نسمع منك أيضاً قصة هيك صارت معكم أثناء الاشتباكات. هلا كاشتباكات إنه كانت الاشتباكات وقت اللي كنا منتقدم عمورك من جهة سوران من كان في تقدم كويس يعني واشتباكات يعني ما طبيعي كان وضلينا نتقدم شي مسافة 10 كيلومتر 12 كيلومتر. ومرة من المرات جوا وقت اللي أخذنا الحارة الشرقية من موريك كمان صار في اشتباك عنيف جوا. كان في الطريق العام طريق حلب بروع وادي الضيف كان في اشتباك مباشر بيننا وبين المسلحين. يعني كان في بيناتنا يعني كما بيقولوا يعني هون غرفي يعني حيطان بس بيناتنا كمان. كان يصير اشتباك عنيف وحكي وكل شيء بيننا وبينه. فيمكن هيدي بتبقى متذكرينها انتو بتذكروا هالمواقف. بتذكروا انه اللي صار معنا بمورك يعني رغم انه اصابتي ما صارت بمورك صارت معي مهمة تانية على طريق حما بالشيحة هناك الاصابة بس الاكثر الشغلات اللي صارت معنا صارت بمورك يعني الاطول مدة زمني ضلت فيها. فارس انت متصاب من 2012 يعني ولكن هلا مضي وقت منيح على إصابتك ولكن أكيد بتتذكر يمكن المواقف اللي مرت معك. هلا سمعنا منا موقف استشهاد رفيقك قدامك مواقف تانية صارت معك لسه. هلا في أحد الأيام نحن بمنطقة بمدينة دومة اسمها دوار البلدية قلب المدينة تماما ونحن في على أربع الاتجاهات طريق وطرق مفتوحة بوجهنا معنا أوامر وقت بتصير الساعة 7-8 إنه قطع الطرقات ممنوع إنه النقطة يقرب عليها أي سير. فبحدود الساعة شيء 1-2 بالليل وفي أوامر من القائد الحاجز إنه لما بتشوف أي شيء بيقرب من الحاجز بالليل ما ترجع لإلي تخبرني تعامل معه من عندك. فأنا بمنطقة اسمها البرج على شيء 14 طابق تقريبا بحكي مع ناصر الدوار إنه في سيارة مقربة على الدوار عن بعيد أنا شايفها. فبيأشروا له مرة واثنين وثلاثة للسيارة ما بتوقف. عناصر الدوار بيتعاملوا معه بدون ما يرجعوا للضابط يعني مثل معهم أوامر. سأل الضابط على الجهاز شو فيه قال له سيدي هي القصة قال ما حدا يقرب على السيارة لحتى يطلع الصبح انه بالليل ما فيك تطلع برا مسترة. فأول ما طلع الضوء الشباب شالوا الحواجز وقربوا للسيارة طلعت سيارة عم يسوقها انه قتلوا عناصر الحاجز كان ملغم بحزام ناسف. فاجت الجهات الأمنية أخذت السيارة والقتيل معهم. حلو يعني أيضا هيدي مواقف بطولية أكيد من رجال الجيش العربي السوري والجيش العربي السوري هو مؤمن بعقيدة وطن شرف إخلاص ماهر الوطن بعيونك. أكيد إذا ما شلته بعيوني شو بدي شيء. شو بيعني لك الوطن؟ الوطن أم عرض شرف. فراس
الوطن هو كل شيء بحياتنا، والسيد الرئيس بضل تاج على راسنا. الوطن بنفديه بروحنا وبدمنا. فارس، الوطن بعيونك. الوطن سوريا بتحب تستاهل اي شيء، ما بتستاهل لانه شيء اغلى شيء بيقولوا بيبنوا كل انسان انه روح او حياه او دم. سوريا بتستاهل كل شيء لانه عملها حياتنا نحن. سوريا عم تقدم لنا بكل معنى الكلمه كل شيء، فما قليل انه قدم لنا سوريا روح او دم. تمام، حلو هذا الكلام. زينة، يعني عم نسمع هذا الكلام اللي فعلا بيعطيكي، يمكن نحن بنحاول نعطيهم المعنويات، ناخذ المعنويات، عم يعطونا المعنويات. بصمة شباب سوريا يمكن هي بدأت أو بلشت من أول الأزمة تقريبا من 5 سنين. من 5 سنين ولهلا شو الشيء اللي تطور أنتم كمؤسسة؟ هلا اللي تطور، نحن دائما في عنا برامج، كل سنة بيطلع برنامج أو مشروع جديد. كانت السنة مع إطلاقة مع الاحتفال السنوي للمؤسسة أطلقنا برنامج غدي. برنامج غدي فيه مشاريع، فهون في عنا 3 مشاريع لبرنامج غدي. في عنا هو التدريب والتأهيل وأنت صديقي. هون شوية نحن بعدنا عن شق الجيش والجرحى بهدول بهدول 3 برامج الجداد، بس دائما في شيء نحن عنا جديد. التدريب هو انه تأهيل الريف، الشباب الريفي خصوصا. نحن هلا في منه ترك مهنته، عرفتي كيف، ما بقى عنده هالمهنة، صار له فترة من الأزمة، من بداية الأزمة لهلا صار انه في عمر 5 سنين انت بس تتركي شيء تنسي. ممكن نحن نعمل نرجع إعادة تأهيل له، بعدين انه يرجع لعجلة الاقتصاد ليقدر يشتغل فيها. انت صديقي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب هي ورشات تدريبية ممكن للشباب الجامعي، من خلال ورشات تدريبية انه تنمية القدرات عندهم. هذا بشكل انه هذا السنة نحن حنبلش انه اطلقناه السنة لل 2020، من 2016 ل 2020، بالاضافة للبرامج اللي ماشيين فيها نحن من وقت تأسيس المؤسسة. يعني البرامج الثابته اللي هي مع جرحى الجيش طبعا، هذول ثابتين، وزر الشهداء. وحتى في عنا نحن جريح وطن، هي ان شاء الله قريبا حنعلن عنه بوسائل الاعلام بس لينتهي، عم نحضر له. وبتعرفي انت في اجراءات وفي شغلات كثيره حتى تكتمل، فحنعلن عنه نحن وقتها لهذا البرنامج الجديد جريح وطن. حلو هذا الكلام. يعني هلا اذا بدنا نحكي شوي عن التطور، نحن كثير بنعرف شباب هن من ابطال الجيش العربي السوري وجرحى دخلوا لجمعيات تطوعيه وصاروا متطوعين، يمكن عم بيقدموا شيء للوطن، شيء احيانا عم يطلعوا لصفوف الجيش العربي السوري، الخطوط الاماميه. يمكن هيدي الثقافه مثل ما حكينا صارت ثقافه عند الشباب السوري، وحتى يقدم شيء يترك بصمه فيه مثل ما قلنا. صار عندكم هيك شيء حاله انه كان في جرحى من الجيش العربي السوري دخلوا؟ هلا نحن في عنا بادارتنا بمصياف جريح كله معنويات، بتاخذي المعنويات منه. صار في عنده الاذيه بعيونه، ما انا عم بيشوف، وعنده بتر بيجره. فخلال زيارة الإدارة بمصياف لعند الجريح، وزيارة معنوية، عرفتي كيف، ومشوفوا انه شو ممكن نقدم من خلالها. بعدها بالحديث معه بتشوفيه كله حياة، ما كأنه فقد شيء هو من جسمه او من راحه عيونه او شيء، ابدا ابدا. فحب يتطوع معنا، فصار هو مدير شاميخون، هو لجرحى الجيش العربي السوري. هو بيطلع زيارات لعند جرحى وبيعطيهم هذا الدفع المعنوي، وبيعطيهم انه ما بتحسي في عنده احباط نهائيا نهائيا. هو بيعطيهم انه هالقوه، هالاصرار، حب الحياه اللي موجوده عنده بيحاول ينقلها عند كل الجرحى. فكانت هي، نحن اكيد في كثير تجارب، بس هي كانت التجربه المميزه انه جريح ضرير وفي عنده بتر بالساق، فبتحسي هون صعبه شوي الحركه، ومع هيك تطوع ليقدم شيء لرفقاته. حلو. ماهر، خلينا نحكي شوي عن الاهل، كيف تلقوا الاصابه، خبر اصابتك؟ طبعا الاهل، انا خبرته، اول شيء خبرت اخوي وامي، طلعوا لعندي على المشفى، كنت جوا بالعمليات. خبروني بعد ما طلعت من العمليات انه ضليت 8 ساعات تقريبا بالعمليات. ف هني انه اخذوا مبدا انه انا حكيت معهم، فعادي ما في شيء انه انا حاكي معهم، بس كانت اصابتي بالعكس تماما. من وقتها اول ما صحيت كمان شافوني عادي، اول ما صحيت كانت اجري هي اساتها باقي، كان في ضياع بالعظم شيء 3 سم. بس انا لما انسعفت كان جرياتي بحضني، فكنت عارف انه جريات رايحه.
فلما فقط قلت لهم طلعت شفت الأجرية قلت لهم ليش تاركيننا؟ من كيف؟ قال لسه في أمان ما بعرف. رجعت نمت إنه مشان الوجع نيمونة وعملنا عملية وشالوها، بس إنه في كذا موقف خلاهم يكونوا أقوياء وأنا الحمد لله تقبلت وضعي فورا وما كان صاير شيء، وإن شاء الله الأمور الجاية أحسن راح تكون أكيد إن شاء الله. وأنت معنوياتك قوية مثل ما شايفينك أنت معنا موجود هلأ وعم تحكي بكل ثقة وكل قوة، يعني عم تعطينا أنت عم تعطينا المعنويات ماهر، يعني أكيد نتمنى لك الشفاء العاجل. فراس خلينا نحكي كمان عن نبأ الإصابة، كيف تلقوا أهلك؟ هلأ بالبداية انصدموا أهلي، يعني أنا وبالصحي كانت إجري مطول من عند فوق ربي مطول لورا لعند ظهري، بالبداية ما توقعت إنه إجري تضل معي. أنا بالصحي حكيت مع الوالد قلت له ما قلت له بابا إجري ما بعرف مدري مختجلاتي راحوا ما بعرف أنا شو كان الوضع، إجري وإيدي وصلت على المشفى. المد اللي ضليت بالطريق شي ربع ساعة بس حسيته عمر كامل يعني، وحس بوزن فوق مني بوزن هائل يعني ضغط، بس وجع ما في وجع لا ما في. وصلت على المشفى بس آخر شي يعني بمشفى بحما حسيت بشي بارد، عملوا الدلاد بالعملية 5 ساعات بس وصل أوردي بإجري وإيدي 5 ساعات. لتاني يوم الساعة 6 فخت من البنج، بتفاجأ الوالد كان جاي من طالع لعنده والحمد لله رب العالمين. بس دلايت أول فترة شي شهرين ثلاثة كل يوم يوم إبلاء تخدير عام وعملية والحمد لله رب العالمين. أكيد الحمد لله دائما. فارس كمان يمكن بال 2012 كانت هي تقريبا ببداية الأزمة، وكان وقتها يعني نسمع كتير إصابات، كمان كان هيك الوقع شوي عم بيكون صعب على الأهل لما يسمعوا بابنهم تصاب أو استشهد، كيف كان الخبر عند أهلك؟ هلق أنا لما انصبت بدون ما سعفوني على مشفى حرس العسكر، أنا حاولت أول إصابتي إني ما غيب عن الوعي، ما بدي إنه أعب قاومت بصراحة يعني. قاومت وما بدي أهلي يسمعوا، ليش؟ لأنه الأوضاع المنيحة والمشفى العسكري بحرستا كان سيء كتير يعني بشكل ما طبيعي، وإذا سمعوا أهلي أو دروا بدهم يطلعوا لعندي مباشرة، وعم قلك إنه الأوضاع الأمنية سيئة كانت. فتميت بالمشفى 5 أيام بشكل يومي أحكي معهم على أساس أني أنا موجود بنقطتي وما في شيء بشكل يومي، رغم أنه والدي يسألني يقول لي كيف أنه ما عندك شيء وأنا عم شوف الأخبار عم شوف التلفزيون، يقول أنا بعيد عن المشاكل وأنا موجود بالمشفى. لا بعد 5 أيام مدير المشفى بأنه بيقول لي أنه بكرة الساعة 10 الصبح رح نخرج هاي، فأمن سيارة أني أجي فيها للبيت عن طريق خالي. قبل ما أوصل البيت بشي 3 كيلومتر حكيت مع والدي خبرته، قلت له أنا هي، وطبعا ما خبرته أنه قلت له أنه في طلقة دخلت باللحم وطلعت باللحم، ما بدي أنه ينصدموا خلص أنه بس شافوني قدامهم كيف أنا، أنه بيرتاحوا أكثر لما بتحكي معهم على التليفون أنه والله أنا داخلي طلقة في وجهي، بده يسألك أنه شو بوجهك وما مأذيتك مثلا. فلما وصلت على البيت قلت انا ما خبرتك مش بدي اقول لك انه طلقه شافي بوجهي، بدك ما تقبل الامر انت، والاوضاع الامنيه حول المشفى حرستها يعني كانت سيئه لهيك ما احسن تخبركم. والحمد لله رب العالمين على كل شيء. اكيد دائما الحمد لله رب العالمين. زينه يعني من خلال طلعتكم لعند جرحى الجيش العربي السوري، كيف كان عم تكون معنويات الاهل قبل ما اسالك عن معنويات الابطال الجيش العربي السوري الجرحى؟ هلا برجع بقول لك نحن بناخذ من المعنويات، تطلعي انت بشي بتفكري انت لازم تعطي المعنويات، انت تشحني الاهل او الجريح بالمعنويات، انت اللي بتاخذي منهم القوه. تمام عرفتي كيف؟ بتحسيهم متماسكين مآمنين بقضاء الله، يعني ما فيني اوصف لك اياها، عرفتي كيف؟ القوه اللي موجوده عندهم وقت بيحكوا لك انا كيف استقبلوا ابنهم، كيف تعاملوا مع الإصابة، بتحسي أنا رب العالمين عاطيهم القوة وعاطيهم الصبر. تمام عرفتي كيف؟ فنحن بناخد منهم القوة بدل ما نحن نعطيهم القوة أو المعنويات، نحن بننشحن بطاقة لنرجع نروح على لعن جرحى إنه نعمل نكمل الزيارة الميدانية اللي قلنا ناخذ القوة منهم، يعني ما فيني اقول لك والله انه انا بعطيهم شيء، لا انا اللي باخذ منهم. حلو هذا الكلام.
يعني الإنجازات الجيش العربي السوري عم نشهدها نحن بشكل يومي، عم بيكون في إنجاز وانتصار على كامل الجغرافيا السورية. ماهر، شو بتقول لكل زملائك رفاق السلاح اللي موجودين هلأ عم بيقاتلوا وعم بيحاربوا ضد الإرهاب؟ الله يحميكم، والله أكيد معكم، الله مع الحق دائما، الحق رح يفوز على الباطل. لساتك على تواصل مع رفقاتك؟ أكيد على الجبهة؟ أكيد الحمد لله الأمور عندهم تمام، إن شاء الله الأمور لأحسن إن شاء الله. أكيد نصر قادم بإذن الله. فراس، شو بتقول لكل رفاق السلاح؟ الله يحمين والله ينصرين والله يرحم الشهداء ويشفي جميع الجرحى، والحمد لله رب العالمين النصر قادم. يعني ما في شيء بدون يعني سوريا منتصرة زي الله إن شاء الله. أكيد منتصرة. فارس، رفاق السلاح أنت يمكن قلت لي إنه لساتك على تواصل معه. أكيد لا لا اللحظة هاي. شو بتقول له؟ الله يحميكم يا شباب، الله ينصركم، والله يحمي وينصر كل إنسان سوري شريف على أرض الوطن، كل إنسان عم يدافع لو عن حبة تربي هالوطن، والنصر قادم إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. زينة، شو بتقولي لكل الشباب السوري اللي عم يتطوعوا وحتى لكل رجال الجيش العربي السوري، شو بتوجه لهم رسالة؟ نحن لو رجال الجيش العربي السوري ما لنا قادرين نكون موجودين على الأرض، عم بيقدم التضحيات كرمال نحن نعيش بأمان، فنحن واجبنا كشباب سوري واعي ومسؤول نقدم الشق الميداني، هو على الجبهات ونحن على الأرض. فدعاء كل خالص دعاء لإلهم، الله ينصرهم ويحميهم، والنصر قادم إن شاء الله بهمته. إن شاء الله أكيد بهمة رجال الجيش العربي السوري النصر قادم. وأنا بدي أتشكر وجودكم معنا، بدي أتشكر وجودك معنا الأنسة زينة رحية، مديرة إدارية بمؤسسة بصمة شباب سوريا ومتطوعة أيضا بالمؤسسة. شكرا كثير لإلك. شكرا أيضا المقاتل فارس علاء الدين، شكرا لإلك ولوجودك معنا. أكيد يعني مثل ما قلنا جراحكم هي تاج على رؤوسنا. شكرا لك. شكرا لك هذا العام. أهلا وسهلا. والمقاتل فراس الراعي أيضا أهلا وسهلا فيك، نورتنا وبالشفاء العاجل. أكيد نتمنى لك فيك. بتشكرك وبتشكر الطاقم جميعا. أهلا وسهلا فيك. والمقاتل ماهر حمودي أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله نشوفك قريبا عم تمشي على رجليك ونشوفك مرة تانية بالاستديو عنا ونحكي أكثر عن بطولات الجيش العربي السوري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا لكم جميعا. أكيد والشكر الأكبر لكم مشاهدينا لمتابعتنا. لاقونا بحلقة جديدة من برنامج حكاية وطن، وبالختام لكل حبات الديار عليكم سلام، إلى اللقاء.